تسببت المعارك المستمرة في قانيا والعبدية وصرواح ونهم والجوف في استنزاف عناصر الميليشيات، مما دفعها لتنظيم حملات تجنيد في صفوف القبائل في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وكشفت وثيقة حوثية مسربة عن صرف الميليشيات مبلغا ماديا حدد ب50,000 ريال للمشرف أو شيخ القبيلة عن كل فرد من أبناء القبائل يتم إقناعه بالذهاب إلى جبهات القتال، كما تكشف عن تحويل رئيس ما يعرف بالمجلس السياسي الأعلى للحوثيين مهدي المشاط مبلغ 250 مليون ريال لعدد من المشائخ مقابل التحشيد باسم النكف القبلي الذي تحشد له الميليشيات منذ فترة لاجتياح محافظة مأرب.